السودان معروف بتعدد ثقافاته وحضاراته وجغرافية المنطقة في السودان، بتميز بأنه عندنا كثير من المساحات المهمة شديد، وعندنا كمان في مطبخنا السوداني كثير من التفاصيل الجميلة اللي احنا بنحبها. في الشمال في وجبات محددة ومميزة بتتميز بها المنطقة، زي ما عندنا في الغرب كمان كثير من الوجبات الجميلة شديدة اللي احنا بنحبها وبنحب انه احنا ناكلها. كمان مطبخ الوسط عنده كثير من خصوصيته من خلال وجباته اللي بيقدمها، بالإضافة لأنه السودان هو كان من المناطق اللي جاتها كثير من الوجبات من خلال المساحات الخارجية، وعندنا تواصل كثيف مع مجموعة من الثقافات. المطبخ السوداني لما له من خصوصية كبيرة شديد ولما له من وجباته العظيمة، نحن الليلة في إطار واحد من أهم المهرجانات اللي بتقام في السودان، مهرجان التذوق، مهرجان السودان للتذوق اللي بيقام في نادي النيل، هو مهرجان مميز بيقام لأول مرة. هنتابع مع بعض كثير من المساحات من خلال هذه السهرة المميزة اللي بندعوكم كل متابعي شاشة الشروق الفضائية لأنكم تكونوا موجودين معنا من خلال هذه المساحة المميزة. خلونا مع بعض نمشي ونستمتع بمختلف المحطات اللي حتكون موجودة معنا. أهلا بكم. نقوقي البلو غريفنا يا مردود.
شوقي دير يا حمامة شيف زوني الهبوط قليبة دير يا حمامة شيفي زول دنيا يا فراقة فرزولي عسل بعشراقة فرزولي صورة فوق في الجما مخبورة دار السماح مهجورة خبار سيد النورة هي النجم الضيق باقي فوقي طير يا حمامة شيفي زول دنيا يا فراقة فرزولي عسل بعشاقة فرزولي دنيا فراقة فرزوني عسل بعشراقة فرزوني هدنيا يا فراقة عسل بعشراقة فرزوني هدنيا يا فراقة عسل بعشراقة عسل بعشراقة فرزوا طلق النار من البيطفية وين أفوق عينيه نظمة قوية تقول يا يما دافن اللي وين بدور يقود كلمته علي يفرك النار ويبورد اللي وين حداي ونيس ضمه نبي سغافته حداي ونيس ضمه نبي سغافته سديد دباه بيه الناس سيدي وسيد الشكري وين أشفته بعيني أشفته بعيني مصنجر داكو في الجودية دار سيف وقانص ليا قصير وليل
شن القصة شن جابلي أراجل انحر كلمته قوية وين شن القصة راجل انحر كلمته قوية وين شن جيب هاي لموعه يا هم انه دي البحرية وين أيد دخرينا وباشي فنيت أيد دخرينا وباشي فنيت إدي الفنجر بجيبه معجن دمه بالشكرية وين أشفته بعيني أشفته بعيني مصنجر داكو في جودية دارق سيف وقانص لي أصير ليه بدورك يما تفرحي بيا تمرق الفال وتندهي ليا وين بدورك يما تمرق الفال وتندهي ليا وين يجيبوا البشة بالدهرية تمرق السيرة بالعربية وين يخمجوا الهبوك يجوق المنى يجيب للناس بخيت والريا سعاد إحسان وعماسية وين أشفته بعيني أشفته بعيني مصنجر داكو في الجودية داري حسيف وقانص لي أصير وليه بدورك يما تفرحي بيا تمرق الفال وتندهي ليا وين بدورك يما تمرق الفال وتندهي ليا وين يجيبوا البشة بالدهرية تمرق السيرة بالعربية وين يخمجوا فوق سبع 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 فزة عومي يا وزة والقلب فزة روحي مهتزة روحي مهتزة أنا ريلا مامي الرقيس تقيل يا عجب عيني سي اللومي عجب عيني لمامي سفر زغلول قلب فنونا أعوم يا زغلول قلب فنونا باقي مجنونا سيف طاعونا ناس ورفو سبع خلوا تسوي ده
صوت ان شاء الله ينشل يقرش هلا ينسقي مو يتغلي المعضاك صوت ان شاء الله ينشل يقرش هلا ينسقي مو يتغلي يا لالي بم القول البذل الله قادر الله جعل هبط العرب الما لبسوا البذل الله قادر الله جعل يا لالي بم القول البذل الله قادر الله جعل هبط العرب الما لبسوا البذل الله قادر الله جعل لضيوفهم ما بدوا الهمل الله قادر الله جعل بيطبحولنا بقرنا وحمل الله قادر الله جعل بيطبحولنا بقرنا وحمل الله قادر المضاق صوت ان شاء الله ينشل سبحا يقرش هم الانساقي مو يدخل يقرش هم الانساقي مو يدخل البطان ما بهبوه بل الصوت بيرمو في القطران ينبل ظهر الجعل سما الثبل انت زواقي فالصبك اليبل كدوه قولي وليه ده الله قادر الله جعل الدلوك خلو تسوي ده We'll be right back.
اللوم يا عم اللوم للبلوم يا عم اللوم اللوم يا عم اللوم للبلوم يا عم اللوم صرقوم بقبر عيني لا تنوم يا عم ابقى ضر سوم السموم يجي مني ضانا يبوم يا عم اللوم للبلوم صبق فوق سمع 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 شبعانة غي يا عم كيف نقول الشقة سابني الزبي يا عم فرقان عوين ببالة نقرن علي يا عم إلا حسين والسارة نجهن لي نضمن إلوجنا الدار دوم سلجدي اللوم اللوم يا عم اللوم للبلوم لوم للبلوم سبع 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 انطلق القنيت وقفايا دول حس قنيت يا عم العين بشرت هبتانا جدا عدد يا عم أحم سوات السود وكريم الوشي فصحتت وشماتت بتلعب بشايلة همي فريق بتقيم اللوم اللوم يا عم اللوم للبلوم يا عم اللوم للبلوم سمع 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 شاب هاشم فجت رسول غباش يا عم البدم هو باش دوبال يدو الفراش يا عم حليل الكواس الروغ ونسام دعاش يا عم حبايب الرشاش عدوين يزورني النعاس وامري انا راكد شاش اللوم اللوم يا عم اللوم للبلوم يا عم اللوم يا عم اللوم للبلوم يا عم اللوم اللوم يا عم اللوم للبلوم يا عم اللوم اللوم يا عم اللوم للبلوم يا عم اللوم صرقوم بقبر عيني لا تنوم يا عم ابقى ضر سوم السموم يجي مني ضانا يبوم يا عم اللوم للبلوم نغني مع بعض وينو سيد هنايا وينو سيد الجوز الشايب باللونو والسبب سعادتي حلات هيبة حضور مالو 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 الليلة مايا مالو سيد عيون وينو سيد هنايا وينو سيد الجوز
سبب سعادتي حلاد هيبة حضور مالو مال الليلة ما جاب زوله غيري ونسي زي وهيبته بس ديري ونضيع حي ونسيت بيتي وعميري ونمين زي والفادي جماله ماله ناخد 10 دقايق ونجيكم تاني.
محمود يا المهرجان يا استاذ. ايوه في واحدة من المساحات المهمة شديد التبادل الثقافي بيننا وبين كمية من الشعوب الأخرى، ما بعيد عننا الشعب المصري اللي احنا بنحب جدا طعامه وبنحب جدا أكله، والتذوق بيننا وبينهم يكاد يكون موحد. سعيدين جدا من خلال المساحة دي انه يكون موجود معانا الشيف نقلاش الشعب. أهلا وسهلا بك. أهلا بك، شرف لي يا حبيبتي والله. منورانا في السودان. ده نوركم بجد يعني ما شاء الله. أكلتي أم الحلويكة بالكسرة ولا لسه؟ لا ما لحقتش صراحه، يعني المهرجان كان واخد كل وقتي. حبايبك، واحنا عاوزين نعرف شنو الدعوه اللي تمت من خلالها ومهرجان السودان لتذوق واحد من المهرجانات اللي تقام لاول مره، انطباعاتك عن المهرجان والحاجات اللي قدمتوها من خلال المهرجان. لا المهرجان طبعا حاجه كويسه جدا جدا، وعرفتني يعتبر على كل السودان، يعني خدت معرفه كامله غير لما زور زياره للسودان صغيره. لا عرفتنا على بعض اكتر، يعني خلت هم يعرفونا، مصر يعرفوا مصر اكتر، ومصر كمان تعرف السودان اكتر، لان طبعا كان برضو المعرفه الاعلام غير لما احنا نفسنا ننقل الفكره بتاعه السودان للناس عندنا اكتر من التلفزيون او الاخبار. بالتاكيد بيكون في وجبات من خلال الاختلاف النكهات ما بين مصر وما بين السودان، يمكن كثير من القواعد المشتركه في الاكل بصوره عامه. هل لقيت اختلافات من خلال وجودك في السودان؟ الاختلافات بسيطه كعادات وتقاليد بس، انما احنا لا كعادات او تقاليد او الناس شبه بعض جدا. يعني بقول لهم لا انا حاسس ان في اسوان في بلدي زي ما بنسى ان انا جدا في السودان، يعني نفس العوائد نفس التقاليد كل حاجه، وما شاء الله الطيبه عندكم بالزياده. يعني واحدة من البرامج الجميلة جدا اللي يمكن يعني معظم الشعب السوداني بيتابعها على قد الإيد على CBC، واحد من البرامج المهمة شديد. ممكن شيف نقلاء تقدم واحد من الأطباق السودانية في على قد الإيد؟ أكيد إن شاء الله الأسبوع الجاي هيبقى فيه أطباق كتير إن شاء الله. ممكن ناخد وصفة سرية كده لواحد من الأطباق اللي ممكن تكون عرفتيها من خلال السودان؟ بصي أسهل حاجة قلت أنا دايما يعني لما ببدأ معاهم لازم آخد حاجة من عندنا على حاجة من عندكم، إيه اللي لايق قوي؟ فأقرب حاجة هعملها اللي هي الملوخية اللي الصلصه، احنا عندنا ملوخيه اللي بالشرب، انها ملوخيه عندكم هنا بالطماطم، فده اللي انا هعمله فيها ان شاء الله. وبعدين وصفات كتير طول الاسبوع انا حاطه مني كل السودان ان شاء الله. ما شاء الله تبارك الله، احنا مبسوطين وسعيدين بك اكثر. الثقافه السودانيه بكثير من تفاصيلها، بالضروره يعني طالما انك موجوده في السودان لايام عديده اخذت منها حاجه، شنو اكثر حاجه عجبتك في السودان؟ والله بص السودان كلها عجبتني، بس انا ما لحقتش صراحه، المهرجان خد كل وقتي. موعودة بزيارتك ان شاء الله. ان شاء الله. احنا شاكرين لك كثير سعاده الشيف نجلاء، شكرا لك. شكرا جدا ليك، وشكرا تحياتي كل اهل السودان. شكرا تحيه، احنا مبسوطين وسعيدين بك وحبابك مره ثانيه ان شاء الله لو نجينا زياره للسودان باذن الله. الله على خير ان شاء الله. شكرا جدا. اكيد مستمرين معاكم متابعينا وين ما كنتوا، خلونا مع بعض نمشي للمنصه وبنرجع لكم في كثير من المساحات. تواصل كل الشركات المشاركه معنا، نشكر هذا الحضور الجميل والاطلاله الجميله ووجودكم الكريم في نادي النيل العالمي، نورتونا وشرفتونا كثير ورفعتوا راسنا. شكرا اجزله لكل من تكبد المشاق وحضر لحضور هذه الفعاليه. شكرا لكم انتم تزينون هذا المساء الجميل. تحيه لكل من شارك في هذا الجمال وكل من شارك في صنع هذه الفعاليه. تحيه خاصه للشيف نجلاء شرشابي التي حلت ضيفا عزيزا علينا في السودان وحلت ضيفا عزيزا علينا في نادي النيل. سعيدنا ونحن نستضيف هذه الفعالية ونعيش أيامها ونتذوق طعمها حرفيا. كل التنسيق هذا وكل الجمال نشكر فيه أخونا عمر حسين مدير شركة أدفانس. لا تكتمل اللوحة بدون شكر السيد مدير عام نادي النيل العالمي والسيد نائبه وكافة اصطاف نادي النيل الذي شارك حضورا ومشاركة فعالة. نشكر لكم جميعا، نشكر الإخوة الذين شيف ازيك؟ إن شاء الله كويسة. السلام عليكم. نورتينا كثير، وعليكم السلام. نور نوركم والله. الله يسلمك، يعطيك العافية. شكرا جدا لك. أعتقد بعد جات الشيف خلاص كلامنا بيبقى ما عنده معنى. تفضل. نورتينا كثير يا ستي، ومرحب بك في النسخة الثانية والثالثة إن شاء الله من المهرجان. نشكر لكم جميعا هذا المساء الجميل، شكرا جزيلا لكم جميعا. حياكم الله كثيرا. الآن الحضور الكريم، يتم تكريم نادي النيل لاستضافة هذا المهرجان وتقدم السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ طبعا بشكركم جدا
بشكر نادي وادي النيل على استقبالي الفترة دي كلها وسمحت لي الفرصة ان انا اقابلكم واتعرف عليكم. فعلا هي بقت عشرة ان كل يوم بقعد معاكم اكتر من ساعة وبناخد وندي مع بعض، فصارت عشرة فعلا البلدين. فطبعا بشكركم جدا، مبسوطه جدا جدا منكم، وكل شويه هكرر لكم تاني انا فعلا بنسى ان انا في السودان، فعلا حاسه ان انا في بلدي، ما حسيتش باي غربه جدا بينكم الحمد لله. طيب. بحييكم جدا جدا جدا، تسلموا يا رب، شكرا. وطبعا بشكر شركه ادفانس ميديا اللي هي سمحت لي ان انا اقدر ان انا اجي واتقابل معاكم، ومديرها الاستاذ عمر عبد الرحيم بشكره جدا جدا بجد على الاستضافه الحلوه دي، وان شاء الله ما تكونش اخر مره. بشكركم جدا، شكرا. شكرا شيف نجلاء. نحن هنواصل تكريم للشركاء معانا في المهرجان. مصنع اولمبيك زيت نعمه، زيت نعمه مندوب الشركه، يتفضل لاستلام التكريم في هذه اللحظات. الرجاء من كل المناديب المشاركين معنا الاستعداد للتكريم في هذه اللحظات. زيوت نعمة تفضل التكريم. شركة الدواجن السودانية الكويتية تفضلوا للمسرح.